أنا اسمي إيميل، في أمريكا كنت عايز أطلع رخصة سواقة، ويوم الامتحان رحت عشان أمتحن. دخلت بالعربية بس كان قبل ميعاد الامتحان، ابتديت أسوق العربية في مكان ما ينفعش أكون موجود فيه. وبعدين لقيت البوليس جايلي بيقول لي أنت عارف إن أنت ما ينفعش تكون موجود هنا؟ قلت له مش عارف. خدني للمكتب، طبعاً في اليوم ده سقطت في الامتحان من غير حتى ما أمتحن. وما خدتش الرخصة. ساعتها اتضايقت قوي قوي قوي، لاني كنت محتاج اشتغل والشغل ما كانش ينفع من غير الرخصه دي، وكانت شغلانه كويسه وانا عايزها. كان قدامي في الناحيه التانيه شغلانه ما بتشترطش وجود رخصه، بس انا ما كنتش عايزها. فلما سقطت في الامتحان ما كانش قدامي غير ان اقبل بالشغل اللي انا ما كنتش عايزه. لكن بعد فتره قليله في الشغلانه دي اكتشفت ان دي كانت انسب شغلانه ليا، بالرغم من ان الفلوس كانت قليله وما كانتش مكفياني قوي في الوقت ده. بس ساعتها شكرت ربنا على الباب اللي اتقفل. لو قدامك باب اتقفل، الله ليه قصد وحكمه، واوقات كتيره البيبان المقفوله بتبقى بركه كبيره صدقني، يمكن مش بيبقى باين ومش مفهوم في الوقت ده. كتير بصلي واقول له يا رب افتح الابواب المقفوله، لكن اني اصلي واقول له اقفل الباب بتبقى صعبه شويه. مش كل البيبان المفتوحه بتكون لخيري. عايز اشجعك النهارده تصلي وتقول له ساعدني افهم مشيئتك دايما انها صالحه، وانك عارف ايه اللي لخيري وايه اللي مش في مصلحتي، واديني اقبل ان في لو في باب مقفول دي مش نهايه الحياه. في ايه بتقول لانك لست تعلم ما انا صانع الان لكنك ستفهم فيما بعد. عايز افكرك النهارده واشجعك، الهك معاك، الهك في صفك، الهك مش هيسيبك عشان تعيش أفضل أيامك. 365.